الطريق لورا يا شباب ارضى عليه لورا مكانكم كنتوا كويسين في مكانكم ليش حركتوا مكانكم انا عارف ليش بزوق شباب نسوا لبرا اي نظاره الرئيس انا في زياره لبيت الرئيس ابو عمار رحمه الله عليه وبحب انا اطمنك انه البيت سليم ما فيش فيه اي مشكله على الاطلاق وانا شخصيا ومعي عدد من اخواني الوزراء وعدد من اخواني اعضاء المجلس التشريعي جينا لنطمئن بنفسنا للبيت البيت ما فيش فيه اي شيء البيت بمقتنياته باثاثه بغرفه زهوه بغرفه الرئيس بالمكتب بالاثاث كلهيته موجود ما في اي مشكله على الاطلاق وانا حبعت لك ست سهى حبعت لك انا شريط مصور لزيارتي حتى انت تطمئني اكثر على البيت في قطاع غزه وفي الارض الفلسطينيه نرزح تحت الاحتلال بحاجه الى مزيد من القوى التي تشكل ضغوط على الشعب الفلسطيني واحنا قادرين كمان نعالج قضايانا الداخليه بعيدا عن التدخلات خارجية